الذبيح الصاعد نظمت بسجن بربروس في القاعة التاسعة في الهزيع الثاني من الليل أثناء تنفيذ حكم الإعدام على أول شهيد دشن المقصلة المرحوم أحمد زبانة، وذلك ليلة 18 من شهر جويليا من عام 1955. الذبيح الصاعد قام يختال كالمسيح وإيدا، يتهادى نشوان يتلو النشيدا، باسم الثغر كالملائك أو كالطفل يستقبل الصباح الجديدا، رافلا في خلاخل زغردت تملأ من لحنها الفضاء البعيدا، حائما كالكليم كلمه المجد فشد الحبال يبغي الصعودا، وتسامى كالروح في ليلة القدر سلاما يشع في الكون عيدا، وانططى مقصر البطولة معراجا وواف السماء يرجو المزيدا، وتعالى مثل المؤذن يتلو كلمات الهدى ويدعو الرقودا، صرخة تملأ العوالم رعبا ونداء مضى يهز الوجود، اشنقوني فلست اخشى حبالا واصلبوني فلست اخشى الحديدا، وامتثل سافرا محياك جلادي ولا تلتثم فلست حقودا، واقض يا موت في ما انت قاض انا راض ان عاش شعبي سعيدا، انا ان مت فالجزائر تحيا حرة مستقلة لن تبيدا، قولة ردد الزمان صداها قدسيا فأحسن الترديدا، احفظوها زكية كالمثاني وانقلوها للجيل ذكرا مجيدا، وأقيموا من شرعها صلوات طيبات ولقنوها الوليدا، زعموا قتله وما صلبوه ليس في الخالدين عيسى وحيدا، لفه جبرائيل تحت جناحيه إلى المنتهى رضيا شهيدا، ومضى في فم الزمان زبانا مثلا في فم الزمان شرودا، يا زبانا ويا رفاق زبانا عشتم كالوجود دهرا مديدا، كل من في البلاد أضحى زبانا وتمنى بأن يموت شهيدا، أنتم يا رفاق قربان شعب كنتم البعث فيه والتجديدا، فاقبلوها ابتهالة صنع الرشاش أوزانها فصارت قصيدا، واستريحوا إلى جوار كريم واطمئنوا فإننا لن نحيدا.